ومو بس كذا يا شيخ منصور، فلوس رايحة تمام، وصحة تعبانة، ونفسية لك عليها، وتوتر وضغط، ولا تهوى الأمر. بعض الشباب يدفع 35 تذكرة قيمة التذكرة ويدخل من الدرجات. أبوك أمك أمك وهو يطلع من البرح، حسنات الأسبوع كلها راحت من الدرجات، دفع 35 ريال ضيع حسناته كلها. والله بعض دينك يا شيخ. وبعضهم يدفع 35 ريال ويروح للمدرجات عشان يمكن والعياذ بالله يقول كلمة تخرج من الدين، يعني بالأخير من الآخر كذا ممكن يدفع 35 ريال يروح للملعب الجوهرة عشان يكفر بالله، يسب الله ويسب الدين. واقع ولا مواقع؟ واقع. المهم وربي شوف اني تكلمت كم 10 دقائق عن الكوره، والله انها جاتني نفسيه، استغفر الله العظيم، احس قلبي بدا يضيق. فكر من الجو المعفن هذا، اعطينا شيء. طب انا وانت انا اطلب من الشباب طلب بسيط، يعني انت جالس في هذه الجلسه ابغى اطلب منك طلب ايه؟ وتعطيني هذا الطلب وباذن الله ما تمدني. يا اخوان الله عز وجل يقول اذا اردت ان تستفيد من هذا المجلس ابغى منك شيئين، الشيء الواحد قلبك، الشيء الثاني سمعك، عشان تستفيد من هذا المجلس. الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى، الله يجعلنا منه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله عز وجل ما أوجدنا في هذه الدنيا عشان نلعب. الله عز وجل يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا عشان قضية واحدة. والعجيب يا إخواني أن الله عز وجل هيئ لنا كل شيء، هو الذي خلق لكم، خلق من أجلنا كل شيء، وخلقنا من أجل أن نعبده. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء المجلس المبارك. أحسن الظن بربك، ربما تتذكر هذا المجلس المبارك إذا دخلت الجنة، لأن الله عز وجل يقول في سورة الطور وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. سؤال، مين ذول اللي أقبل بعضهم على بعض؟ أهل الجنة عندما عملوا في الدنيا بطاعة الله أدخلهم الله الجنة، فأقبلوا على بعضهم لبعض فيتساءلون. قال قائل منهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
إنه هو البر الرحيم. الله هيئ لنا هذا المجلس المبارك عشان يرحمنا. الله هيئ لنا هذا المجلس المبارك عشان يكون هذا المجلس سبب في هدايتك، هذا المجلس سبب لك في دخول الجنة. يا إخوان، نبغى أبو تميم يقول لنا عن تلك المرأة البغي التي أتى إليها ماذا؟ مجلس زي هذا عشان يغفر لها ويدخلها الجنة؟ لا، اسمع بالله يا إخواني، هذه مرأة معروفة، إذا قالوا فلانة إيش يقولون بعدها على طول؟ إذا قالوا فلانة يقولون بعدها الزانية البغي. عرفت بإيش؟ عرفوها الناس بإيش؟ عرفوها الناس بجريمة من أعظم الجرائم، ومن الجرائم الكبيرة، ومن المعاصي، ومن كبائر الذنوب الزنا. هذه المرأة يوم من الأيام مرت ببئر وكانت عطشانة، نزلت لهذه البئر وشربت منها، ولما انتهت الله سبحانه وتعالى أرسل لها كلب، الله يكرمكم، وهذا الكلب جاء وقف جنبها عطشان يخرج لسانه من شدة العطش. فقالت في نفسها: لقد بلغ به العطش ما بلغ بي، هذا الكلب أصاب من العطش مثل ما أصابني. نزلت للبيت، ايش سوت يا شباب؟ جابت كوب، راحت جابت جك جالون، لا، أخذت منتم كرامة خفها ودخلت للبيت وملأت جسمتها خفها الله يكرمكم، وبدت تسقي مين؟ تسقي حتى روي، فغفر الله لها وشكر الله لها. عشان ايش يا شباب؟ عشان سقت كلب. اسالكم سؤال، مين اللي ارسل هذا الكلب؟ ومين اللي خلاه يعطش؟ ومين اللي حرك مشاعر هذه الحرمه؟ ومين اللي خلاه تنزل للبير؟ كل هذا اللي فعل الله عشان ايش؟ عشان يغفر له ويرحمها. اليوم الله سبحانه وتعالى، احنا آلاف موجودين اليوم، الله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا المجلس عشان يغفر لنا، لأن الله سيقول لنا منادي الله عز وجل في نهاية هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. يا شباب، احنا آلاف موجودين، اقسم بالله العظيم قد يكون بيننا شاب، وقد يكون بيننا انسان والله ممكن بعد لحظات، بعد ساعات، بعد ايام معدودات، الله في علم الغيب عنده يعرف ان هذا الانسان اللي جالس راح يفارق الدنيا وراح يموت، فاختارها الله اليوم عشان يبدل سيئاته الى حسنات. والشواهد كثيره والقصص كثيره، اقسم بالله يا شباب انه حصلت معي به مره ولا مرتين ولا ثلاث. شباب يكون جالسين معنا يسمع ذكر الله، يسمع كلام الله، يسمع ايات الله، وبعد ساعات، بعد ايام يجيني خبر ان هذا الشاب مات. كنا هنا ببحرة، بحرة قبل تقريبا سنتين او ثلاث سنوات، في شارع البحرة معروف حق تفحيط وحق فرفرة وحق هجولة، جو الشباب وحطوا السجاد وركبوا السماعات، وجينا الساعة واحدة في الليل، أنا وأخوي عبد الله با نعمة، جاء عبد الله با نعمة الساعة واحدة في الليل، وقف الفان حقه عند الجلسة، فتحوا الباب الخلفي، دقوا الزر، اشتغل الوينش، نزل عبد الله من الفان، نزلوا بالعربية، كلكم تعرفون عبد الله با نعمة مشلول، معاق 23 سنة على كرسي ما يقدر يحك وجهه. من كم مشلول؟ من 23 سنة. كان شاب عمره 18 أو 19 سنة، كان تايكوندو وحديد ولعبة اسمها لعبة السيلات محرمة دوليا، كانت تعتمد على تنمية عضلات الرقبة. رقبته كانت من أكثر ومن أقوى الأعضاء عنده. إيش صار في عبد الله؟ نا
نط في المسبح انكسرت الرقبة أكثر من 23 سنة مشلول على الكرسي. نزلوه من الفان بالعربية عن طريق الونش، دفيناه، جاء وقف في ذاك الشارع، مسكنا الميكروفون، جمعنا الشباب الساعة 1 بالليل، شوية الفرشات فل، حضور، شباب جالسين، شباب واقفين، شباب على السيارات، اتوقف التفحيط. قلت سبحان الله، جايين لهذا الشارع عشان يعصون الله. والله عز وجل يجيب لهم عبد الله ما نعمة من بيته مشلول الساعة 1 عشان يجلسون مجلس ذكر، يقول لهم قوموا مغفورا لكم قد بدل سيئاتكم الى حسنات. والله يا شباب جلسنا الساعة 1، جات الساعة 2، العدد كل ما يزيد، تشوف بعض الشباب الطالع في وجهه هو يسمع كلام الله، يسمع الآيات، الملائكة تحفه، السكينة تنزل عليه، الرحمة تغشاه، قاعد يرتاح كذا طالع في وجهه كأنه قاعد يقول لك ايش؟ يقول لك يا اخي فينكم عنا من زمان؟ احنا نبغى هذا الكلام، ملينا شهوات شهوات، نبغى نتعلق برب الارض والسماوات، نبغى نسمع قرآن. السنة يا شباب الساعة 2 في الليل في واحد اسمه ياسر الحربي 21 سنة جالس وسط الشباب، رن الجوال، رد على التليفون أبوه، قال لي أوال فينك؟ قال لي والله جالس كذا، قال لي ولدي تأخرت عن البيت الساعة 2 تعال. والله إنه قام من الجلسة وكذا كم كيلو ويصير عليه حادث ويجيبونه هنا مستشفى الملك عبد العزيز هنا ويدخلونه في ثلاجة الموتى ميت. الجوال رن رن رن، بعد ما خلصنا الجلسة رديت، قال يا شيخ نايف كان في واحد معكم هنا جالس صار عليه حادث الآن في مستشفى الملك عبد العزيز بعد صلاة الفجر. تأكدت ان هذا الشاب مات، كنت وقتها ساكن في حي السامر شرق جدة، كان جنبنا في المسجد اللي انا اصلي فيه جنبنا مغسلة اموات. دقيت قلت ابو ناصر بالله ارسل سيارة من المغسلة خليها تجيب جنازة وائل من مستشفى الملك عبد العزيز. جابوه غسلوه صلاة الظهر، اقسم بمن احل القسم، صلاة الظهر بعد الجلسة تقريبا بعشر ساعات بنفسي صليت على وائل، وبنفسي شلت الجنازة وركبناها في السيارة. والله يمكن اول واحد جاء ابوه وقال له عظم الله اجرك وسلم عليه انا. شباب قبل ما يموت بنص ساعة وين كان؟ في مجلس ذكر تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتنزل عليها السكينة. من اللي يعلم بأن هذا الولد بعد الجلسة بعشرين دقيقة والساعة راح يفارق هذه الدنيا غير الله؟ هنا في الحي هذا المبارك، هنا في الحي المبارك، لو أقول من هنا من هذه الحارة في شاب لو أقول اسمه يمكن 90% من الحاضرين يعرفون هذا الشاب، حس بألم في ظهره ويمكن حتى بعض قرائبه موجودين. يا شباب هذه حقيقة، هذا واقع احنا قاعدين نعيشه. يا اخي استشعر، اعرف كذا، حط في قلبك يقين ان هذه الجلسة اللي انت جالسها رحمة من الله بك، خير عظيم الله اختارك له. واحد من الشباب من شباب الحارة هذه حس بألم في ظهره في العشرينات، عمره 21 او 22 سنة، حس بألم في ظهره، دخل المستشفى، مسك وهو في الانتظار، وهو في الانتظار ألم بسيط، مسك الكاميرا السيلفي وقال يا شباب فلان الفلاني واحد من أصحابه آخر تغريدة له قبل ما يموت كانت عن الاستغفار. أنا وأنتم إيش آخر تغريدة لنا؟ إيش آخر مقطع بننزل في الانستغرام لنا؟ ثم قال في نهاية المقطع أنا عن نفسي مسحت الأغاني اللي في جوالي كلها. سوى المقطع، دخل الجوال في جيبه، هو فين؟ وين هو؟ المستشفى. أقسم بالله. طبعا يا شباب بسألكم سؤال، كلمة أنا عن نفسي مسحت الأغاني اللي في جوالي كلها، هذه الكلمة كلمة إيش؟ كلمة إيش؟
التوبة. من اللي قال كلمة التوبة؟ هنا كلمة توبة. أنا عن نفسي مسحت الأغاني كلها، هذه كلمة توبة. والله هذا الشاب ما خرج من المستشفى، والله ما خرج من المستشفى في تلك الليلة. تطورت حاله، زانت الآلام عليه، وقبض الله روحه. ألم بسيط في الظهر، شوية تطورت حالته، قبض الله روحه في المستشفى. الله رحيم، الله عظيم سبحانه. يا إخواني، الله كتب على نفسه الرحمة. الله كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى. الله ربما جاب واحد من الشباب الآن يعيش معيشة ضنكة بسبب ابتعاده عن الله عز وجل. هذا الرجل اللي ربما حضر معانا اليوم، لو تنزل عليه قول الله عز وجل: ومن أعرض عن وقد كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ربما هذه الآية يعيشها هو، ربما يعيشها. فعشان كده من رحمة الله فيه إن الله هيأ له هذا المجلس المبارك حتى يذوق طعم الهداية، حتى يذوق طعم السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقياء مجيد. بعض الناس يا أخواني حياة، والله ما يعيش حياة كريمة. والله يا أخوان يمكن حياة البهائم أفضل منه، لأن البهائم تذكر الله، لأن ما في شيء في هذه الدنيا إلا يذكر الله، وهو بعيد عن الله، وهو بعيد عن مساجد الله. الله عز وجل يقول: وإن من شيء، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا أخوان، ترى نحن إذا عرضنا على الله، الله غني، الله غني عن عباداتنا، الله غني عن صلاتنا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن عسى عشان تصحح المسار. الله جابك اليوم عشان كنت تسابق في الدنيا، الآن من هذا المجلس انطلاقة، انطلاقة لله عز وجل، مسارعة، ويكون شعارك فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كنت زمان قبل هذه الجلسة تتنافس في الدنيا، من اليوم تنتقل همتك إلى الجنة. الله عز وجل عندما ذكر الدنيا قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، قال فامشوا. وعندما ذكر الصلاة قال: فاسعوا إلى ذكر الله. وعندما ذكر الجنة قال، عندما ذكر الجنة الجنة قال: وسارعوا. وعندما ذكر
والإنابة والإخبات والرجوع إليه والبكاء بين يديه. قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الله يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. من أجل ذلك حط في قرار نفسك أن الله كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يا أخي لما قال الشيخ قال قول الله كتب ربكم على نفسه الرحمة قلت يا أخي سبحان الله. تخيل معي الليلة في هذا المجلس أصابتك رحمة من رحمات الله تغيرت حياتك وصرت مقبل على المساجد وعلى الصلاة وعلى القرآن وعلى الإيمان. في يوم من الأيام وانت ساجد كذا بعد حياة طويلة مع القرآن مع الإيمان مع الصلاة مع في معاصي مع في خراب مع في تشرع كذا بعد هذا المجلس تغيرت حياتك صارت حياتك صلاة قرآن مجالس ذكر عمرة حج صيام بر والدين. يوم من الأيام كذا وانت مستمر بعد سنة سنتين ثلاث خمس عشر انت مستمر صارت حياتك ايش صلاة وطاعة. في يوم من الأيام قلت الله أكبر وبدأت تصلي ركعت ورفعت وسجدت وانت ساجد الله سبحانه وتعالى قبض روحك ومت وانت ساجد. صعبة؟ اقسم بالله كل واحد يقدر يحققها. من عاش على شيء شباب مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه ومن بعث على شيء حوسب يوم القيامة عليه. ثم دخلت قبرك وجعل الله قبرك لأنك مت ساجد جعل الله قبرك روضة من رياض الجنة. بعث الناس يوم القيامة وحشر الأولين والآخرين وجيت أنت. لا تقول هذا الكلام بعيد والله ممكن أنت وجيت أنت يوم القيامة هذاك البعيد مبعوث يوم القيامة وهو سكران جاء يوم القيامة وهو سكران. ليه؟ لأنه مات في الدنيا إيش سكران. والثاني جاء يوم القيامة وهو قاعد يسمع أغاني لأنه مات في حال السيارة وهو يسمع أغاني. والثالث بعث يوم القيامة وهو على فاحشة لأنه مات على فاحشة. وتيجي أنت يوم القيامة ميت ومبعوث وانت ساجد لأنك مت ساجد. كيف بالله فرحتك؟ كيف بيكون مصيرك؟ تدري ايش راح يكون مصيرك؟ مصيرك راح يكون جنة عرضها الأرض والسماء. شباب الجنة كم باب لها؟ كم باب للجنة؟ لا مو سبعة ثمانية أبواب. الباب الواحد مثل ما بين مكة والأحساء. هذا الباب الواحد يجي يوم القيامة من كثرة الناس اللي داخلة مع هذه الأبواب يكون في كثير من الزحام. تخيل أنت اللي جالس في الجلسة أنت الآن قاعد تزاحم فين؟ فين الزاحم؟ الزاحم عند أبواب الجنة. تزاحم وتدخل شوية تشوف اللي قال عنها الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا أسأل سؤال
وانت داخل مع الباب هذا كيف بتكون فرحتك؟ كيف بتكون سعادتك؟ ايش يسمعون هم داخلين مع الباب؟ ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. ايش بيشوفون جوا ديننا؟ يا اخوان يرون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله عز وجل يقول يرون: وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. يا اخوان يرون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. وهم ماشيين في الجنة يا اخوان يقولون شيء عجيب ويحمدون الله على الله، يحمدون الله عز وجل وهم في الجنة على شيء كانوا فعلوه في الدنيا. ايش هو هذا الشيء؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وهم ينظرون إلى النعيم ويقولون: وقالوا الحمد لله الذي هدانا. الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي هدانا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاء شجرة في الجنة ظلها طوله كم؟ 100 عام. وش نوع الشجرة؟ مكونة من ايش؟ ساقها من ذهب. طيب يا اخواني كيف احصل على هذه الشجرة؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تكون سبحان الله شجرة، الحمد لله شجرة، لا اله الا الله شجرة، الله أكبر شجرة، سبحان الله شجرة، سبحان الله شجرة ثانية، سبحان الله شجرة ثالثة. يمين بالله تقدر في الدقيقة الواحدة تزرع مئات الأشجار، تجي يوم القيامة تدخل الجنة بساتين وحدائق كلها لك. بيش؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أقسم بالله نحتاج إلى نشتغل للجنة. الجنة سبحان الله ما تحتاج إلى جهد، بس قلوبنا مريضة ما نعرفين كيف نشتغل، كيف ندرك الوقت عشان ندخل الجنة. يا أخواني في شيء عظيم، أو قبل هذا الشيء العظيم، الجنة فيها أنهار، هذه الأنهار تتفجر من تحت العرش، نهر من لبن، نهر من ماء، نهر من عسل، نهر من خمر لذة للشاربين. مو نهر واحد من لبن، أنهار، وأنهار من ماء غير آسٍ، يعني مو واحد،
أنهار. يمين نبهني يا الشيخ. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. يعني ما في صالح لغايه 1436 الى 6/12 ما في تاريخ. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اسمع النهر اللي بعده. وانهار من خمر. مو الخمر حق الدنيا هذا الذي يجعل الانسان يصدع ويجعل الله عز وجل بهذا الخمر الذي في الدنيا يذهب عقله. لا هناك لا يصدعون عنا ولا يوسفون. ما يصدع راسه بسبب خمرة الجنة ولا يذهب عقله. يا حبيبي الخمر يتفجر تتفجر انهاره من تحت العرش. من فين؟ من تحت العرش. تقارنوا بخمر يسوونه في مجاري الله وانتم بكرامة؟ ها؟ تقارن خمر يتفجر من تحت العرش بخمر يصنع بالقذارات والاشياء المعفنه؟ والله ما في مقارنه. لذه، الله قال لذه للشاربين. وانهار من عسل مصفى. بس والله يا اخوان وهناك نعيم عظيم يجده المتقي لله عز وجل اذا دخل الجنه. اعظم نعيم في الجنه عندما تنظر الى الخالق جل في علاه، عندما تنظر إلى الكريم، عندما تنظر الذي عبدته 20 سنة 60 سنة 70 سنة تعبد الله عز وجل سوف تنظر إليه. أصلاً أهل الجنة كذا طالعون إلا نور، نور عظيم. وإذ به من؟ الله سبحانه وتعالى. إيش يقول لهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة. من اللي سلم؟ الله. طيب أهل الجنة يردون ايش يقولون؟ اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. شباب هذا الدعاء متى نقوله في الدنيا؟ بعد الصلاة. طيب إذا واحد ما يصلي كيف يبغى يقول هذا الدعاء ويرد هذا السلام على الله؟ هو أصلا هو ما يقول الدعاء، هو ما يصلي بس. كيف تبغى ترد السلام على الله؟ والله سبت خلاص. إذا أنت ما تصلي في الدنيا ويوم القيامة الله يقول سلام عليكم يا أهل الجنة، وأهل الجنة يقولون اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهذا الدعاء إحنا نقوله بعد الصلوات الخمس. أنا ما بقول لك اللي ما يقول الدعاء في الدنيا، أنا بقول لك اللي ما يصلي كيف بيكون في الجنة وبرد السلام على الله في الجنة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. تعرفوا هم يعذبون في النار وهم يعذبون في جهنم، من فوقهم نار ومن تحتهم نار وعن يمينهم نار وعن شمالهم نار، ويشربون من نار ويأكلون من النار ويتلحفون من نار. نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني وهم يعذبون ويضربونهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذوقوا مس سقر وهم يعذبون. ما سلككم في سقر؟ إيش اللي جابك النار؟ الملائكة تضربهم، إيش جابكم النار؟ يصرخون ويصرخون بأعلى الصوت ويقولون لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين. اليوم في هذا اليوم مات رجل يسمونه عالم وهو والله ما يفقه شيء ولا يعلم شيء. هذا العالم اليوم مات وكان في الدنيا حياته كلها ينكر على
اليوم دخل في القبر وراح يشوف بعينه إن كان صح ولا إن كان إيش. شباب قبل الدخول الشيخ منصور تكلمت على الصلاة يا اخوان. قبل أهل النار لما يسألونهم في موقف عظيم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقيه. يكشف عن إيش؟ ساقيه. ويدعى الناس كلهم المؤمن والكافر يدعون للسجود بمجرد ما يكشف الله عز وجل ساقيه. يدعون الناس لإيش؟ للسجود. اللي كان يسجد يوم القيامة في الدنيا مباشرة راح إيش؟ راح إيش؟ يسجد. اللي ما كان يسجد يحاول يجد ظهره إيش؟ تصلب. يبقى يسجد يحاول يبقى يثني ظهره ما ينثني. أما اللي كان يصلي في الدنيا بمجرد ما يكشف الله عن ساقيه ويدعى الناس للسجود على طول يسجد. الباقين يبقون يسجدون يحاول يجد ظهره إيش؟ ليش ما سجدوا؟ يوم يكشف عن ساق. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ويدعون إلى السجود. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا متى؟ في الدنيا. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان يسمع حي على الصلاة. حي على الصلاة. الكلام عن السجود. تعال عندك مشاكل؟ عندك ذنوب؟ عندك هم؟ عندك ضيقة في قلبك؟ أنا أوصيك بالسجود. شباب سمعت قبل أسبوعين حديث أو قرأت حديث والله العظيم هذا الحديث أثر في قلبي. ما من حالة يعني وضعية يكون عليها العبد أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب. هذه أفضل حالة يحبك الله عليها يوم تكون إيش؟ يوم تكون ساجد. طيب إحنا نسجد؟ صح نسجد، بس كيف سجودنا؟ سؤال، أطول سجدة في حياتك كم كانت مدتها؟ أطول سجدة في حياتك كم كانت مدتها؟ 5 ثواني، 10 ثواني، 20 ثانية، دقيقة،
سجدت باقي ما سجدت. اسجد طول كده واستشعر ان الله يحبك وانت ساجد. مو بس كده، اسجد واستشعر ان الله قريب منك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايش؟ ساجد. الله عز وجل يقول كلا كلا لا تطعه واسجد واقترب. الانسان اذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله. والله يا اخوان ابو تميم مولية يقول طول في السجود. الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل. هذا احسن وقت. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. هذا الحل. احنا دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي. اليوم نعطيك حل. تعال بتخرج من الثانوي وما حصلت وظيفة، الحل موجود، السجود. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. مهموم؟ مهموم؟ هذا الحل. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. عندك ذنوب؟ ما تسجد لله سجدة إلا رفعك الله درجة. درجة فين؟ فين؟ في الجنة. تعرف إيش معنى درجة في الجنة؟ يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض. تحصل على الدرجة بإيش؟ بسجدة. تجيك ذيك سؤال، تجيك ذيك، تجيك نفسية تضايق كده بعض الأحيان، تحس نفسك طفشان زهقان متضايق. والله الحل في السجود. ولقد نعلم انك يضيق صدرك هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. علاج الضيق هذا. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. عرفت يا شباب علاج النفسيات ايش؟ يا اخواني الله عز وجل قد مدح اهل السجود، مدحهم في القران. الله عز وجل يقول يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين الله يقول يبيتون يعني من المبيت، يعني أصبح مبيت سجود. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عز وجل أيضا يقول أمن هو قانت آناء قبل ما تكمل هذا يا اخي تعال حبيبي تعال. لما تدخل بيتكم تخش غرفة كذا لا تعصي الله، مو بس لا تعصي الله، وتتوضا وتركع وتسجد ما حد يشوفك. ترى امك ما تدري عنك، ابوك راقد ما يدري، اخوانك ما يدرون، اصحابك ما يدرون انت قاعد تسوي. يا اخي استشعر وانت ساجد الله يراك ويشوف تقلبك وانت قاعد تتقلب بين السجود وايش؟ الركوع. والله شرف. جبريل عليه السلام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا محمد احبب من شئت
فإنك مفارقه. اللي تحبه من الناس ترى عيش يوم من الأيام وتفارقه وتخرج من الدنيا. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. سو العمل اللي تسويه في الدنيا الله بيحاسبك عليه. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه باستغنائه عن الناس. ذلك يا شباب يا أحباب علاجك من ذنوبك من معصيك. واحد يقول يا أخي أنتوا قاعدين تتكلمون عن المطاوعة، تتكلمون عن العلماء والمشايخ وتقول السجود والسجود، أقسم بالله علاج لكل واحد. تعال تعال، استويت من ذنوب، استويت من معاصي، حل الذنوب والمعاصي اللي سويتها كلها في السجود. أقسم بالله إيش سويت؟ تعال قل لي إيش سويت من ذنوب الدنيا ومعاصيها وكبائرها كمان، إيش سويت؟ أنا أعطيك علاج بالسجود بدقيقتين ثلاث دقائق تمسح اللي سويته كله. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويركع لله ركعتين ثم يستغفر الله يقول يا رب اغفر لي إلا غفر الله لي. يلا يا شباب، حل قضاياك، حل مشاكلك، حل همومك، حل ذنوبك بالسجود. وتوكل على العزيز الرحيم. هذه الآيات يا شباب يا أحبابي، أتاج راسي، أنا أحس فيك، أنا أعرف مشاكلك، أعرف إنك تبغى فلوس، أعرف إنك تدور على وظيفة، أعرف إنك تبغى رزق، أعرف إنك تبغى ذنوبك تنمسح، أعرف إنه يجيلك بعض أحيان هم وغم. ترى المشاكل اللي عندك عندي، أقسم بالله المشاكل اللي تمر بك تمر بكل خلق الله. كثير من الناس، بل كل الناس يشيل هم رزقه ويشيل هم حياته وطمأنينة قلبه ويشيل هم ذنوبه. العلاج السجود. شوف انت بالذات تدور على وظيفة، تدور على رزق، هذه الآيات علاج لك. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله عز وجل يقول: أمن هو قانت آناء والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين اتقوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شباب، شباب الجنوب، شباب جدة، تكفون طالبكم طلب أو بعطيك هذا الأمر وبيني وبينك تواصل.
إذا قدرت ترسل لي أكون لك من الشاكرين. من الليلة غير الصلوات الخمس خلي لك ربع ساعة، 20 دقيقة، ربع ساعة إلى 20 دقيقة، وإذا زودت الخير وأهله، بس لا تقل عن ربع ساعة، 20 دقيقة ليليا لمدة أسبوع أسبوعين. هذه الربع ساعة 20 دقيقة تدخل في غرفة تتوضأ وتركع ركعتين ثلاث أربع خمس، اقرأ قرآن وطول في الركوع وطول في السجود ربع ساعة. لو تخلي الربع ساعة في ركعتين بس، تطول في قراءة القرآن، تطول في الركوع، تطول في الرفع، تطول في السجود، يعني في الركوع دقيقة وفي الرفع من الركوع نص دقيقة، وفي السجدة الواحدة دقيقة ونص دقيقتين، تدعي الله تقول سبحان الله، تقول يا رب، بس لو كده تقول يا رب يا رب يا الله يا رب بدون ما تسأل، بس كده وانت ساجد تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وتقول يا رب يا الله سجودك. بس أسبوع 20 يوم أسبوعين ربع ساعة ليلية، والله العظيم هتتغير حياتك.